تدري شو اللي حلو في الحياة؟ الحلو في الحياة انك تحط لك هدف، حط لك بالحياة هدف. بنت او رجل، لا تراقب الناس ولا عليك من الناس، دور مصلحتك وين وامش وراها. بتقول لي لا والله ابو محمد، لا لا، انا رجال سعود القحطاني، والله لو وش مصلحتي وين اني الحق وراها؟ لا صراحة، لا كذاب اللي يقول ما يلحق ورا مصلحته، والرجال اللي ما يلحق ورا مصلحته أرخمه، والبنت اللي ما تلحق ورا مصلحتها وتحس مصلحتها في ذا المكان ولا الهدف يعني غبية جدا. لازم الواحد يعرف وين مصلحته فيه في الطريق الصح، يعرف كيف يغتنم مع العالم. امش في الحياة، لا تقعد انت كذا زلابة، لا تراقب الناس، خليك طول عمر جبل، طحت قم طحت قم طحت قم، لا تقعد. أهم شيء انك ما تمد يديك، ترى الفرصة قالها حياة أبوي جعلها في الجنة وأنا جالس معه، أقسم بالله. قال ولدي أتلبيه، لا تدري في الحياة كلها تجيك فرصة، فرصة تجي الواحد أما يقدم فيها ويتوكل على الله ولا لا يتردد. لا جاتك الفرصة ما بتروح تسأل الناس إيش رايكم، تسأل جدا سهلة، صر ركعتين واخطئ واستخير بينك وبين نفسك، يا رب يا رب انت لي خير، ريح بالي. ترى انا ما استشير احد في حياتي ولا اوثق في احد، وانسان جدا بعض الاحيان حتى اوسوس في ظلي انه يعني في شيء